بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة النصوص العربية. اليوم سنتعرف على طريقة عمل حواف للنص على في برنامج جيم بالطريقة التقليدية وعن طريق البلوجين، يسهل العملية بضغطة زر أو ببعض النقرات وإعدادات سهلة دون الحاجة إلى العمل بالطريقة التقليدية. لنتابع الأمر، أولا نقوم سأضع لكم روابط تحميل هذا البلوجين، اسمه LayerFX.pi، يعمل بلغة بايثون. أنا سأقوم بتحميله ستاندر. سأضع لكم روابط مباشرة للتحميل. كما ذكرت هذا الأمر يسهل العملية. في انتظار تحميل البلوجين، أو قد بدأ تحميل كومبليت. سي فايل، أريكم كيف نضع. هذا هو البلوجين، نقوم بعمل كوبي ثم نأتي إلى المنزل، نضغط على Ctrl H لإظهار الملفات المخفية أو حسب المدير الملفات، غالبا Ctrl H الخاص بكم. هنا عبر View نزيد Show Hidden File، Ctrl H إظهار الملفات المخفية. بالنسبة لمن لديه النسخ 2.8 سيجد الملف في الهوم أو في الملفات المخفية مباشرة بـ .gim-2.8. أما بالنسبة لـ 2.10 سنجده في config في gimp أسف gimp 2.10. ثم نأتي إلى بلوجين ثم نقوم بلصق هنا باس. لا تنسوا أن تجعلوا البلوجين في وضع التطبيق Interactive ثم Permission. هذا كل شيء. نعيد الملفات أو نعيد إخفاءها ثم نفتح برنامج الجيم Graphic Game. ستجدون العديد من البلوجين الموجودة في المنتديات الخاصة ببرنامج جيم، تؤدي عديد الوظائف وتسهل عديد الوظائف التي تأخذ خطوات أكثر بالطريقة التقليدية. نأتي إلى نيو، نحدد أي إن كان الحجم، لا يهم الآن أي إن كان الحجم. أضعه ترانسبارنسي أو أي كان Transparency. نأتي إلى Text، نكتب No Socks. بالطريقة العادية نقوم بإنشاء Layer هكذا، ثم نأتي إلى النص الأصلي ثم Alpha to Selection، ثم نأتي إلى Layer الذي أنشأناه، ثم نأتي إلى Select Grow، نختار مثلا 5، ثم نأتي إلى اللون الأسود ثم نضعه بهذا الشكل. أعطنا حواف أو حشوة بهذا الشكل، يمكن تكبيره كما نشاء. مثلا نعطيه حجم أكبر، Grow
نعطيه حجم 20 اسود لكي يظهر لكم مثلا هكذا. عن طريق البلوجين ستنضاف شيء اخر، نقوم بمسح هذا ديليت، هذا هو النص لاير او الطبقة الخاصة بالنص، بزر الفأر الايمن سنجد اضافة انضافت هنا لاير افكتس، ثم نأتي الى ستروك ستنبثق لنا هذه النافذة، ومن خلالها سنقوم بالعمل بطريقة اسهل. نأتي الى بريفيو لكي يظهر العمل مباشرة، ثم نختار مثلا هنا اللون الازرق اوكي. كما تشاهدون اصبحت العمل ياتي بشكل مباشر دون الحاجه الى العمل بشكل يدوي، ونقوم باضافه سايز هنا سيقوم بتكبير الحواف او الحشوه. مثلا بهذا الشكل، اذا اردناها جاردن او بشكل متدرج سنجد تدرجات هنا، نختار اللون مثلا الذهبي جولدن كلوز، من جاردن شيب نختار شيب هكذا سنتر، نقوم بتجربة الإعدادات حتى نصل إلى المبتغى. نضغط على أوكي إذا انتهينا، يعطينا العمل بهذا الشكل. كما ذكرت البلوجين هو يسهل العملية، وهناك العديد من البلوجين الخاصة بهذا البلوجين الذي اسمه FX أو Layer FX. أتمنى أن يكون الفيديو أعجبكم، وكما ذكرت سأترك لكم رابط التحميل أسفل الفيديو. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.